يوتيوب ما بيهدى من عواصف الخلافات، وكل مرة خلاف ودراما جديدة، ويا حذركم مين أصحاب الدراما الجديدة؟ فريق نور مار. قبل فترة صارت الدراما بهذا الفريق بسبب خروج إيمو من الفريق وكشفه بفيديو على يوتيوب عن الخلاف اللي كان بينه وبين نور مار، وتكرر هذا السيناريو من جديد بخروج يارا من الفريق. فنزلت ستوريهات على انستغرام كشفت فيها أنها قررت ترك الفريق نهائيا. يا جماعة كيفكم؟ إن شاء الله بخير. اليوم رجع لي حسابي الانستغرام اللي صار له زمان كتير مأخوذ مني من قبل الفريق، والحساب لا تهكر ولا تاخذ مني، أنا اللي أخذته بسبب شركة انستغرام. في حدا قرب لي ساعدني أني أتواصل مع شركة انستغرام، شكراً كتير لهم أنه رجعوا لي الحساب. واليوم أنا كيارا قررت أني أطلع من فريق نور مار وبس. وشاركت صورة خلفها أجنحة كأنها عم بتلمح للحرية. فبعدها شارك نور مار ستوري على انستغرام حكى فيه أنه متفاجئ من يارا وما بيعرف سبب تركها للفريق، وردت عليه يارا بستوري ثاني وكتبت قال ما بيعرف قال، وكأنها عم بتلمح لمشكل صار بينهم. فرجع نور مار ونزل ستوري ثاني كتب من خلاله لا تحكموا قبل ما تسمعوا الطرف الثاني، في أشياء عم بتصير صدمتني وراح تصدمكم، اصبروا شوي وكل شي راح يصير على المكشوف. تاني شي كلكم عم تقولوا لي صار موضوع يارا من حقنا نعرف، يا جماعة ترى أقسم بالله أنا كمان من حقي أعرف، بس والله العظيم أنا أصلا ما بعرف، أصلا أنا متفاجئ وليش هيك صار وشلون صار وكيف صار وليش صار، يعني صدقوني أنا حتى الآن ما بعرف، بس أعرف رح تكون أول ناس تعرفوا. فأكيد بينكم وبين حالكم عم بتقولوا هون انتهت المشكلة، بس لا، صورت يارا ستوري على انستغرام ظهرت فيه مع ماريانا من فريق فافا نابولي، فالجمهور بلش يعلق وبشكل كتير كبير، وعلقوا بكرة بنسمع انضمام عضو جديد في فريق فافا نابولي، ما بيها شيء إذا استقلت أو جربت فريق جديد، ما رح تطلع من الفريق فورا. فهل رح تنضم لفريق فافا نابولي يا ترى؟ أنا ما بعتقد هالشي. فيارا التقت بماريانا في كواليس تصوير برنامج معين، فشو رأيكم أنتو؟ فبعد كل هذا اللي صار انتشرت أخبار أنه أيضا قمر مار قررت ترك الفريق، وأكدت هالشي من خلال ستوريهات على انستغرام. لو أدري كلكم يعني تعرفون صار حسابي كان بيه مشاكل وتبند وطار وألف شغلة، بس الحمد لله توصلت لشركة انستغرام ورجعوني الحساب تمام، وفشكرا لكل أحد ساعدني وكل أحد وقف وياي. وبالنسبة للفريق أنا معني بالفريق، أنا ما طلعت وبس أحبكم ما أعرف أصور ما طبعا لحد قبل شوي أنا قلت لكم أن أنا بعدني بالفريق، بس أنا هسه رح يعني أقول أن أنا طلعت من الفريق. سبب خروجي من الفريق أنه اختلاف رأيي، وأكو أنا صار عندي التزام، وضعي الصحي مو زين وعلي ضغطات هالفترة ونفسيتي مو زينة، فبعد ما أقدر أروح ألتزم بالتصوير هيجي والمواعيد وهالسالف كلها بعد ما أقدر. فاليوم رايح أنا رح أكمل وحدي، ما رح أقدر أسمي الفريق، بس ماكو بيناتنا أي مشاكل، بالعكس كلش أحبهم وحبوني ورح نبقى على تواصل طبعا، بس أنا كعضو بالفريق من اليوم رايح بعد أنا مواضوع، فهذا الشيء أنتم حقكم تعرفوا، وبس حبيت أقولكم هذا الشيء أحبكم. وأكيد أنتم ملاحظين أنه في شيء تغير. يس، أمر شالت الحجاب ووضحت السبب من خلال هالستوريهات. رايز طبعا أغلبكم مستغربين أنه أنا شلون طلعت بالحجاب يا جماعة. أنا تحجبت على مود شهر رمضان احتراما للشهر وعلى مود الصيام. قلت لنفسي إذا رح أقدر أستمر بيه رح أستمر، بس أنا صراحة ما قدرت أستمر بالحجاب، فلهذا أنا نزعته، فأنا مشيت محجبة بس على مود الشهر. وها هي يعني واحد من يشوف نفسه ما مرتاح في شيء ما يقدر يخصب روحه، فبس حبيت أوضح لكم وبس. فبعدها شارك نور مار ستوري تمنى فيها التوفيق لقمر من بعد خروجها من الفريق، ووضح أنه السبب كان اختلاف في الآراء بينهم، بس ما جاب سيرة يارا مار نهائيا. جماعة الخير، مثل ما شفتوا أنه أمر طلعت من الفريق، والسبب اللي هو اختلاف الآراء بينه وبيننا كفريق نور مار، فالله يوفقه ويسر له أمره وينور دربه إن شاء الله. نحن حتى الآن أصدقاء وإن شاء الله نضل وعز كمان إن شاء الله. فلو رجعنا جايز شوي بالزمن لورا، فصارت مشكلة مؤخرا بفريق نورمال لما نزلوا فيديو تحدي رسم الكلمات بأجسامنا، فانتقد الجمهور الشباب من الفريق لأنهم حطوا البنات على الأرض
وصوروهم بطريقة مختلفة عن العادة، وخاصة أنهن محجبات، وكتب الجمهور وفيديو هذا مسخرة، تعودنا عليكم تقدموا محتوى أرفع من هيك. نور إذا عندك شوية ضمير احذف الفيديو، طبعا مستحيل يحذفوا مشاهدات مليون. إحراج مو طبيعي، وعيب الفيديو ما كان لازم ينزل، وأول فيديو على قناة نور مار ما بحبه. فرغم كل هالتعليقات نور ما حذف الفيديو، بل رد عن طريق الستوريهات على انستغرام وعاتب الناس اللي انتقدت الفيديو، وقال انه الفيديو ما فيه اي شيء مختلف. فهل بنظركم انتم انه من هون بلشت المشكلة، او شو السبب يا ترى؟ اكتبوا لي رأيكم بخانة التعليقات. كان معاكم اياد، اديوس. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات مشان توصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول، وتابعوني على صفحتي على انستغرام صفحة جو تي في.